أن أمنحكم شهادتي الخاصة عن التحرير. ربما تعرفون أني ولدت في تركيا في بلد مسلم. باختصار شديد، ولدت في تركيا في بلد إسلامي، تعرضت للتحرش وللاغتصاب ولسفاح القربة. أخذني أبي من عمري 5 سنوات إلى عمري 12 سنة ليشاهد أفلاماً إباحية مرعبة كل أحد. لا أذكر أياً من تلك الأفلام أو الصور. طيلة سنوات، في السنوات 5 أو 6 الأخيرة، لم أفكر أي فكرة شهوانية. قد تحررت بشكل تام. هذا ممكن، هو ممكن. وقد تربيت في عائلة في منزل إسلامي متدين. كانت جدتي الكبرى طبيبة مشعوذة تجمع فنون السحر والقرآن معا. كان يأتي الناس إليها فتضع عليهم شتى أنواع السحر. كنت أحب ألواح الويجا في صغري. كنت أدعو الأرواح. ذهبت إلى وسطاء. كنت عرافة. كان أبي زير نساء. هو كان أكثر رجل عنصري عرفته في حياتي. لم تكن العنصرية بين السود والبيض كما في أمريكا. كان لدينا أرمن، وكان يتبجج لأنه قتل، بل عائلته قتلت 15 أرمينياً حرقاً. وتلقت العائلة ميدالية ذهبية من الحكومة التركية. كان يتبجح حيال هذا. تعرفون عن لعنات الأجيال؟ عن روابط النفس؟ عن جروح النفس؟ كانت كلها في عائلتي. من ثم تعمقت في السحر بنفسي. ذهبت إلى جلسات تحضير أرواح مع آخرين. أردت أن أكون انتحارية عن عمر 12 سنة. كان ذلك حلمي. ذهبت إلى دروس القرآن وتربيت في الدين الكاذب. عانيت من اضطراب ما بعد الصدمة لسنوات لأنني كبرت وسط الحرب الأهلية. قتال يومي. تربيت مع الخوف. هل تريدون أن أسمي بعد؟ هل تستطيعون تخمين الباب المفتوح لإبليس عبر الأحداث والمحن والصدمات ليدخل إبليس؟ كنت أتعلم لأكون خليفة جدتي الكبرى في العائلة، لأصبح الطبيبة المشعوذة الإسلامية التالية. طلاقان وإجهاضان قبل أن أعرف الرب. تعرضت للضرب والإساءة والركل على الأرض. أهملني أهلي ورفضوني. تطول اللائحة، لكنني أقف أمامكم هنا اليوم حرة، حرة، حرة في يسوع المسيح. لا مرشدين ولا معالجين يفقهون ما حدث سوى بأن يقولوا هي معجزة من الله. التحرير ممكن. عندما أتيت إلى المسيح فكرت: حسناً، قد نقاني الله، ولم أعرف عما بداخلي، إلى أن بدأت بدراسة التحرير لأحرر الآخرين. عندما درست التحرير بدأت أقول: يا للهول، كل ما أقرأه لدي منه. أتساءل عن عدد الشياطين التي بي. ومن نمط حياتكم، من نمط تفكيركم السام، يمكنكم أن تخمنوا. تستمر الظروف عينها وتتكرر مراراً وتكراراً. تحدث الأمور نفسها. يتكرر نفس الفشل في العلاقات مراراً وتكراراً، وتشعرون أنكم عالقون ولا طريق للخروج. نحن بحاجة إلى تحرير لأن العدو يريد إعاقتنا.